بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الكبد الدهني. وده يعني مرض بيسموه المرض الصامت، الذي لا يظهر له أي أعراض حتى يعني يصبح حاجة فظيعة ويبقى علاجها صعب جدا. الكبد الدهني بيصيب نسبة كبيرة جدا من البشر، اكتر من اللي عندهم سكر واكتر من اللي عندهم امراض كتيره جدا. يعني بيقولوا ان نسبه 25% من الناس عندها كبد دهني وعايشه وماشيه ومفيش اي احساس باي حاجه. طيب هل الكبد الدهني ده شيء خطر؟ يعني ده من اخطر الاشياء جدا. الكبد الدهني احنا قلنا في حلقه قبل كده انه بيؤدي الى حدوث مناعه انسولين. مناعه الانسولين بعد كده بتؤدي الى حدوث السكر من النوع التاني، ودي احد اخطار الكبد الدهني، ودي الخطر البسيط جدا للكبد الدهني. الكبد الدهني الخطوره الكبيره بتاعته ان هو بيؤدي الى تليف في الكبد، ندبات في الكبد وتليف في الكبد. تليف في الكبد يعني خلايا الكبد تصبح الياف، يعني تفقد وظيفتها ويصبح الكبد غير فعال وغير شغال. التليف ده كمان بيؤدي الى سرطان في الكبد، فطبعا علاج سرطان الكبد مازال في المراحل التمهيديه بتاعته، ولم يصل البشريه الى علاج قوي له. وفي موضوع زرع الكبد، ودي حاجات يعني تفصيلات عاوزه وقت كتير نتكلم فيها. امتى اقدر اقول على الكبد ان هو كبد دهني؟ الكبد غير معد لان هو يخزن فيه دهون، فلو زادت نسبه الدهون المخزنه في الكبد عن 5% بس بنقول ان ده كبد دهني، ويبدا الكبد يتاثر، وعلى المدى يعني الطويل يبدا يتعب ويفقد وظائفه ويتليف. معظم الناس التخان بيبقى عندهم ترسيب للدهون في الكبد، ولكن لا يمنع ان بعض الناس اللي وزنهم يعني مش تخين بيبقى عندهم كبد دهني، لان بعض يعني احيانا بعض الناس بيبقى شكله مش تخين ولكن عنده حاجه يسموها يعني الدهون الحشويه. الدهون الحشويه دي احيانا بتبقى زياده عنده برغم ان هو مش تخين ومش سمين، وبيتولد عنده الكبد الدهني. الحلقه دي غير مخصصه خالص ليعني الكلام عن الكبد الدهني واعراضه والكلام ده وازاي تشخيصه، ودي حاجات يتكلم فيها الاطباء افضل مني. انا بحب اتكلم عن الادويه والعلاجات الحديثه اللي ظاهره في ابحاث حديثه، يعني اقصى حاجه مده صغيره جدا. فالنهارده هنتكلم على بحث جديد نسبيا، واهميته ان هو بيعالج الكبد الدهني بدون ادويه تماما نهائيا. علاج يعني جيد جدا يناسب الكثير والكثير جدا من الناس، وممكن لو كل الناس اتبعته تشفى تماما من الكبد الدهني. العلاج ده بسيط جدا. العلاج دوت يعني عملته مجموعه بحثيه في هولندا في جامعه اسمها ماستريخت. دكتوره اسمها تانيا او تانجا ادم، معرفش بينطقوها ازاي. تانيا ادم ديت شغاله على موضوع النوتريشن والتغذيه وتاثيرها على السكر والسمنه والكبد والكلام ده. فهي لقت ابحاث منشوره قبلها على ان الناس اللي عندها كبد دهني لو هم عملوا لهم ريجيم وخفضوا لهم الوزن بنسبه يعني حدود 8%، يعني لو وزنه 100 كيلو نخسسه حوالي 8 كيلو في خلال فتره بسيطه، يخس 8 كيلو يبقى مثلا 92 كيلو، لو هو 120 كيلو يبقى نخسسه مثلا 9 كيلو 10 كيلو بالكتير، يخس حوالي 8% من وزنه في خلال فترة بسيطة برجيم منخفض السعرات. لو ان الناس دي لو اكلناها وجبات فيها نسبة بروتين عالية، لقوا ان ده بيقلل اللي هو الدهون اللي على الكبد بتاعته. لقت ان الابحاث دي اتعملت على يعني فترة قصيرة، واللي عملوها ما كملوش ولا شافوا التأثير البعيد المدى على موضوع الكبد الدهني وازاي ان احنا نعالجه. فقرروا ان هم يعملوا دراسة مستفيضة تستمر لمدة سنتين على مجموعة من البشر اللي عندهم كبد دهني. فجابوا 25 متطوع عندهم كبد دهني ومتشخصين بالكبد الدهني وليس عندهم سكر، داخلين على مناعة انسولين، بادئين في مناعة الانسولين، يعني عندهم كبد دهني لان قلنا الكبد الدهني بشوية وبيجيب مناعة انسولين. طبعا المعتقد القديم ان كان السكر ومناعه الانسولين هي اللي بتجيب كبد دهني، لكن الناس دي عندها كبد دهني وما عندهاش سكر، عندها بدايه مناعه انسولين. طيب عشان ما ندخلش موضوع السكر في الحكايه، ويبقى في ادويه سكر ولا في ما بياخدوش دواء خالص، الناس دي عندها كبد دهني وما بتاخدش حاجه.
جابوا ال 25 واحد وقسموهم مجموعتين. مجموعه منهم المجموعتين اسف المجموعتين قالوا لهم هنعمل رجيم منخفض السعرات لمده 8 اسابيع. هنخس حوالي 8% من وزننا. يبقى لازم الاول ال 25 واحد، والكلام ده انا بقوله عشان احنا كمان هنطبقه. مفيش ادويه خالص هتتاخد، مفيش علاج خالص. هنعالج الكبد الدهني ونشوف نتائج البحث الكبير المهم جدا منشور في مجله كبيره جدا، ازاي لغوا وعالجوا الكبد الدهني من غير ادويه خالص. 25 واحد دول المتطوعين دول لو سمحتوا يا جماعه هنخش في رجيم منخفض السعرات، وادوهم ياكلوا ايه وبتاع، تاكلوا خضروات وتاكلوا بروكلي وتاكلوا خس وتاكلوا جزر وتاكلوا خيار مع حاجات رجيم منخفض السعرات. ممكن تدور على رجيمات منخفض السعرات بحيث انك انت في شهرين في ثلاثه بالكثير تخس 8% من وزنك. شوف وزنك كام، عاوزين 8% قدرت تخس اكتر يبقى كويس. ال 25 واحد دول خسوا 8% من وزنهم وبدات الدراسه. خدوهم تعالى يا عم اعمل اشعه على الكبد وقيس نسبة الدهون في الكبد. خلاص عرفنا مقاسك البداية كام عند كل واحد من الخمسة وعشرين دول، وقسمناهم لمجموعتين على مدار سنتين. المجموعة الأولى هياكلوا أكل بحيث إن وزنهم ما يزيدش، يعني مش هنفضلوا بقى يعقوا ويرجعوا تاني، لأ. على مدار السنتين المتطوعين دول هيلتزموا بأكل متوازن ما يزودش الوزن. المجموعة الأولانية هتبقى نسبة البروتينات في الأكل معقولة مش عالية، طبعا ما يقدرش ما يدوش بروتينات في الأكل، مع نسبة معتدلة من البروتينات واللحوم في الأكل. المجموعة الثانية نسبة بروتينات أعلى بنسبة 1 جرام لكل كيلو جرام من وزنهم في اليوم، 1 جرام بروتين. يعني مثلا لو قلنا وزنه 90 كيلو جرام يبقى هياخد 90 جرام بروتين. 90 جرام بروتين دي يعني حوالي ربع كيلو لحم في اليوم، عشان نسبة البروتين مش كل اللحمة اللي بتاكلها بتبقى فيها بروتين، نسبة منها بتبقى بروتين، فمثلا حوالي ربع كيلو لحمة، تلت كيلو لحمة في اليوم مع رجيم، يعني مش بقى لحمة وحاطط بقى طبقين رز وشوية عيش وبتاع ويحلب معرفش ايه ويقول لك، لا ده حاجة ماشيين على نظام غذائي ومعرفينهم ان وزنهم ما يزيدش، يفضلوا على الكمية اللي خسوها على مدار السنتين. قسموهم عشان نبقى واضحين تاني، مجموعتين، المجموعتين خسوا 8%، مجموعة بروتين معتدل ومجموعة بروتين كتير، تمام. وقاسوا عند 6 أشهر، جهم تاني عملوا أشعة على الكبد وقاسوا المقاس تاني وعملوا لهم تحليل في البول عشان يشوفوا نسبة النيتروجين في البول عشان يعرفوا قد ايه هم بياكلوا لحمة، عشان برضه يبقوا متأكدين ان هم ماشيين على النظام. واجوهم قاسوا كمان بعد سنتين، يعني دراسة استمرت لسنتين. كانت المفاجأة ايه بقى بعد سنتين؟ كانت المفاجأة ان الجماعة اللي اتحطوا على نسبة بروتين عالية في الاكل شفوا تماما بنسبة حوالي 80-90% منهم. يعني لو قلنا مثلا 15 واحد، هم 15 واحد اللي كانوا على البروتين العالي دول، حوالي 13-14 منهم ما بقاش عندهم كبد دهني خالص. واحد او اتنين نسبة الكبد الدهني قلت عنهم خالص. طيب المجموعة التانية اللي البروتين قليل دول الكبد الدهني قل عنهم بنسبة بسيطة جدا لان هم ماشيين على رجيم ولكن لسه عندهم كبد دهني. فالدراسة دي خلصت بعد سنتين، يعني هي فضلت سنتين على ان انت ممكن من غير ادوية خالص تعالج الكبد الدهني اذا التزمت برجيم وخفضت وزنك من 8-10%، ثم بعد كده حافظت على هذا الوزن المنخفض وزودت البروتينات واللحوم في الاكل وقللت العناصر التانية عشان وزنك يفضل ثابت. فدراسة مفيدة جدا ومهمة جدا، ويعني يقدر كلنا نقدر نطبقها ما فيهاش اي مشكله، ولكن في اشكاليات بسيطه جدا عند بعض الناس اللي مثلا عندهم مشكله مع النقرس. واحد ما يقدرش ياكل لحوم كتير لان عنده مشكله مع النقرس، او مش ملتزم ما يقدرش يلتزم برجيم معين او بنظام غذائي معين ويخفض وزنه.
وانا في الحكايه دي ادعو المشاهدين ان هم يروحوا يشوفوا فيديوهات بتتكلم على الانظمه الغذائيه منخفضه السعرات وازاي تحافظ على الوزن، على الوزن. وفي دكاتره يعني عظماء بيتكلموا في الموضوع ده، يعني دكتور زي دكتور خالد ابو العزم بيتكلم في المواضيع دي باستفاضه وفي على علاجات السكر، وارجو متابعتهم لان الناس دي بتتكلم على العلم وبتدي معلومات صحيحه جدا، دكتور زي دكتور خالد ابو العزم واخرون. طبعا انا مش متابعهم كلهم. يعني الحلقات الجايه هنتكلم بقى على الناس اللي عاوزه تخس بسرعه وتمشي بسرعه، عاوزه تضيف دواء، او هو ما يقدرش يعمل هذا النوع من ان هو يزود اللحوم في الاكل بتاعته مع ريجيم مع الحفاظ على الوزن. هنتكلم على ادويه ثبت حديثا، الادويه دي موجوده في السوق وتقدر تشتريها، ثبت حديثا انها لها تاثير فعال جدا في موضوع الكبد الدهني. دي هنتكلم عنه في الحلقات الجاية إن شاء الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.